خلال سنة 2024 سنواصل العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثير الضفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية مع تعزيز استدامة المالية العمومية. وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أود أن أؤكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات السامية الملكية. وتنتظرنا في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل التكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص الشغل وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل ما تم هذه السنة إن شاء الله، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.